بالتمساح. نحن لولو وسمسم. ماذا تفعل هنا؟ إنني أسكن في المناطق الاستوائية، أقضي معظم النهار داخل الماء في الأنهار والبحيرات والبرك، حيث أكون آمنا من كل المخاطر. عندما تهطل الأمطار أنتقل إلى الجداول أو إلى الغابات العذراء التي تغمرها المياه. سبحنا قبل قليل ونستمتع الآن بأشعة الشمس. وأنا أيضاً، وعند العصر آتي إلى الشاطئ لأكون بصحبة أصدقاء التماسيح. ولماذا تسير ببطء؟ لأن أرجلي قصيرة، ولكنني أستطيع الركض بسرعة إن أنا شئت ذلك. هل ستذهب للعب مع أصدقائك؟ لا، إنني سوف أتمشى ثم أقفو قليلاً. أين ستنام؟ فوق الرمال؟ طبعاً، ليس لي بيت خاص، إذ أحب الحياة في العراء حتى في فصل الشتاء. حتى في الشتاء؟ في البرد؟ نعم، لأن جسمي يتكيف مع مختلف درجات الحرارة، لذلك لا أشعر بالحر في الصيف ولا أشعر بالبرد أثناء الشتاء. بالمناسبة، هل تعرفان ماذا يحدث لي في فصل الشتاء؟ كلا. بما أن الطعام قليل في الشتاء فإنني أنام لفترات طويلة، لهذا لا أحس بالحاجة للطعام، وعند انتهاء فصل الشتاء أواصل حياتي كالمعتاد. لكن ماذا تأكل التماسيح يا ترى؟ عند الغسق أعود إلى النهر كي أصطاد الأسماك، وأبقى منتظرا الطيور والحيوانات التي تأتي إلى النهر لتشرب. وعندما تقع عيناي على فريستي أمسك بها بقوة وأسحبها إلى أسفل. أسناني حادة وقوية وفكي كبيران، الجميع يخشى سطوتي، فأنا أتمتع بقوة هائلة. ولكن أخبرنا من فضلك ماذا تفعل بعد أن تأكل يا تمساح؟ أغفو قليلا تاركا فمي مفتوحا. تترك فمك مفتوحا؟ أتركه مفتوحاً لأجل الطيور الصغيرة التي تأتي لالتقاط فتات اللحم الصغيرة العالقة بين أسناني، إنها تنظف أسناني كالفرشاة. قل لنا يا تمساح، لماذا أقدامك هكذا؟ إنها مثل المراوح لا تشبه أقدامنا. طبعاً، أقدامي أعدت خصيصاً للسباحة، أنا بطل في الغوص وسباح ماهر، وأرى جيداً تحت الماء، حتى ذيلي مفيد أثناء السباحة. هذا غريب يا تمساح، لما؟ أستعمله كالمجداف، إنه قوي بحيث أستعمله لحماية نفسي من أعدائي. إن جلدك مطرز، لما؟ هذا ليس تطريزاً، هذه صفائح عظمية وقشور تحمي جسمي. هل كنت تمتلكها منذ صغرك؟ لا، ولدت دون صفائح وقشور وجسمي ناعم. وكيف ولدت؟ وضعت أمي بيوضاً كثيرة داخل حفرة في الرمال ثم غطتها. كنت أنا وتماسيح أخرى صغيرة داخل تلك البيوض. إذن خرجت من بيضة، لما؟ لأنني حيوان زاحف.
تتكاثر الزواحف بطريقة وضع البيوض مع وجود الاستثناءات. وذات يوم سمعت أمي صراخا من داخل البيضة. كنت قد تكونت ومستعد للخروج، وبمساعدة من أمي كسرت البيضة. لقد كنت كامل التكوين لكن جسمي ناعم، ومر وقت طويل على ولادتي. كبرت بسرعة وتغير جسمي. قلت تغير جسمك؟ لما؟ لأنني أكبر بحيث أصبح ضخم الجسم ذو بأس وقوة، وأنا شديد التحمل والمقاومة، ويصبح جسمي مزودا بالقشور والصفائح. يجب أن نذهب الآن، سررنا بالحديث معك، سنعود لزيارتك مرة أخرى. إلى اللقاء. يا إلهي، لصوص. لصوص؟ أين هم؟ أنت هو اللص. أنا؟ لكن لم ترتدي ذلك القناع فوق عينيك؟ ماذا قناع؟ بالتأكيد أنت مخطئة، تقصدين البقعة السوداء؟ فما هذا إلا لون فرائي. هذا أمر مثير، أخبرنا بمن تكون. أنا الراكون. نحن سمسم ولولو. إلى أين أنت ذاهب؟ أبحث عن فريسة صيد. لما؟ أنا آكل أنواعا عديدة من الحيوانات، فئران وطيور، حشرات ورخويات، وأحب طيور الدجاج. تحب الأكل إذن؟ إذا ما عثرت على بيت غير محمي فإنني أفتش وأغزو مكان حفظ الطعام بحثا عن العسل أو أشياء أخرى. والناس يحبونني لأنني حيوان ودود، لكنني أسبب متاعب جمة، وإن أمسكوا بي فإنني أنزلق وأهرب بخفة مثل لمح البرق. أوه، لقد طلع النهار، سأتسلق تلك الشجرة. لما؟ لأنني بالطبع حيوان ليلي، أهتم بجميع أعمالي في أثناء الليل. وماذا تفعل أثناء النهار؟ أقضيه فوق شجرة، فأنا أسكن فوق الأشجار. أنت سريع في تسلق الأشجار كسرعة البرق، أنا أفضل متسلق. كن حذرا، هل تسبح؟ راقبني جيدا، سأسبب المشاكل لنفسي إن كنت لا أعرف السباحة. كيف ذلك؟ لأن الذي يعيش في هذه الغابات مثلي ومع كل هذه الأشجار والجداول يجب أن يعرف السباحة والتسلق وأن يجري بسرعة. هل كلامي واضح لكما؟ لماذا يجب عليك إتقان الجري؟ ألا تعرفان؟ لا. كي لا يتمكن أعدائي من الإمساك بي، لكنني وفي كل الأحوال شديد الذكاء، لأنني في حالة الإمساك بي فإنني أتظاهر بالموت. لما؟ كي أتحين الفرصة المناسبة كي أعض عدوي وأفر من قبضته. يا لك من غريب، أنت ذكي كما أنني عدواني وفظ. لماذا؟ إن ضايقني أحد ما يصيبه من نسوء، فإنني بالطبع أعض وأخدش مثل قط بري. أين هو؟ لا أعرف، لقد اختفى. كنت مختبئا تحت الأرض. تبان، لقد أخفتنا بواسطة الاختباء، فإنني أتجنب المخاطر وأفاجئ أعدائي عند اصطيادهم. هل أنت دائما هكذا ذكي وحيوي؟ لا، ليس دائما. والآن سوف أخبركما عن طفولتي. عندما أنجبتني أمي مع ثلاثة جراء أخرى داخل جحرها المخفي، حينئذ كنت ضئيل الحجم، أعمى، ضعيف، بمعنى آخر لا أصلح لشيء. كنت عديم الكفاءة ولا أستطيع القيام بأي عمل. كانت أمي ترضعني من حليبها وتواسيني وتحن علي وتخبرني أنني سأكبر وأصبح ذكيا وماهرا ومرحا. كانت محقة. كانت كذلك، وانقضى زمن الطفولة. أمامي الآن أشياء أخرى أفكر فيها، والآن لقد اقترب الشتاء كثيرا وسأكون مستعدا. لماذا؟ للنوم. الآن بفصل الشتاء عندما تغطي ثلوج الأرض يكون الجو باردا جدا والطعام شحيحا،
لذلك فإنني أنام لفترات أطول خلال الأشهر الثلاثة، لكن بعين مفتوحة والأخرى مغمضة، وأكون مستعداً دائماً لكي أدافع عن نفسي بالطبع. إذن نوماً هنيئاً. يجب أن نذهب الآن، سررنا بالحديث معك، سنعود لزيارتك مرة أخرى، إلى اللقاء. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابة، نسمع عنها ندنو منها فنراقبها ونداعبها نعرف عنها المعلومات. حيوانات 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 في البرية تحيا تمرح في حرية، دنيا تتجدد وصغار تولد فنراقبها ونداعبها نعرف عنها المعلومات. حيوانات حيوانات ما أجملها ما